يشرفني بتجمع داعمي خيارات حزب الإنصاف أن أكون معكم اليوم نشكل معا جبهة قوية لخلق مناصرة شعبية استعدادا لاقتراع 13 من مايو من أجل النصر والتمكين لحزبنا حزب الإنصاف، وحتى نكون كما أراد لنا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني أن نكون ذراعه ليوفره الدعم السياسي لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار الذي بدأها 1 أغسطس 2019. هو مقرش على انه الى مشى ما ولا يخسر صوته ويتركز على الناس المشرفه على المكاتب، الشباب اللي يعودوا هم اللي واقفين على المكاتب. تعدني هون قد نعدل بياض شوي باللي شايف ما شاء الله نخبه من الشباب هون كلها كاشح عن وجهه ويمارس السياسه. السياسه يمارسها يا غير ملي داخل حرب، يا الله يكشح فيهم اللي حق حق عن وجهه ويوقف ويقوم بذاك الدور المطلوب منه. من مفادي الناخب معناها خلي عنك المراد ومشي فر وراها. للحكم اللي رشيد عدى الياسر مفيد زين ومكرود بليك، شفناه وقلناها مزاها جبر وزين وعمر جبر مزاها، وعليك الشعب تعيد الثقة عدناها. خيارات بزبت الصاف دعمناها وفهمناها حتى وعطيناها ماها. بل أكثر من ذلك، إلى تسميتهم على رأس اللوائح الأخرى البلدية والنيابية أصل تمكينهم من الخروج إلى المراكز المتقدمة للقرار السياسي. إن هذا الشعور حيث تمثل نسبة المقاعد المتنافسة عليها أكثر من 40%، تستوجب علينا إظهار أهمية السيد محمد الشيخ غزواني بالتعليم وزيادة في الرواتب وعلاوات وأملي كبير في زيادة حزب الإنصاف. والشكر موصول أيضا لهذه النخبة الشبابية على تنظيم هذه التظاهرة الداعمة لخيارات حزبنا. موسوشن